خلف واجهات المدن ومدن الواجهة تقع مناطق ظل ألقي عليها غطاء من النسيان، واستوطنتها مظاهر الحرمان، وأخطأتها سكة قطار التنمية. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، أنين لا يسمع، جراح لا ترى، وحكايات لا تروى، مناظر تعمين عن الالتفات إليها مدة طويلة، ولا زال المواطنون يعيشون تفاصيلها القاسية بشكل مزمن، لكن إلى متى؟ في مكان ما من جبال الجزائر بالناحية الغربية يقع دوار ولاد مصطفى بغليزان، قرية معزولة يسكنها الفقر فيما يغيب المسؤولون فيها عن الصورة. من 98 احنا خلص اللي حدد وهذه قرية ضحايا الإرهاب، رحنا اشتكينا له هذا المركز، اشتكينا له اشتقلنا، قلنا انتم فضلة تاع إرهاب، كون غيبوا كملوا عليكم ذاك العام ماكمش غابنين، مانيش عارف هو راغبنا وحنا راغبنا. عندنا 20,000 تاع كورس 20 باش قاوية مالي هاك 20 صحيح، ومن بعدها روح ثقيلي لنا صح العشية. إيه ممكن تجي ثلاثة ولا أربعة، أنا ممثلني قبل بيزوال صحيح، ما كاش مشكلة العشية أن سرجو جوارك وروحوا الخشوش السبالة تحت الخشوش. أي صحيح، المعاناة تاع الجزائر نعانو معاه، تدي القرعة سوق الحاج تعمرها ب 20,000 كرسي، والقرعة عمرها ب 25 هنا في سوق الحاج، والكرسي تاعها ب 20,000، شي خطرات ما تصيبش الكرسي بدراهمك ما تصيبش. الطريق لهنايا والضو والماء والغاز مغبنا لهنايا، ما كاش عندنا والو. الماء كتشوف تاع البراج غير صالح للشرب، راك تشوفها وين هاو داير واد ورايا. السكيرنا تاع الماء لهنايا تلحقك 200,000 لهنا باه يجيبها لك لهنايا. الإنارة تاع الضو لهنا ما تمشيش، يطيح لك مريض لهنايا تعيط لهم على الامبيلاس يقول لك مكاش. لا شيء يضاهي جمال الجزائر حين نشاهدها من السماء، لكن على الأرض واقع الحال أشد قبحا أحيانا مما نعتقد. حاشاكم بك الماء، الروكار ما كانش، كاع الدوار داير له الروكار غير الدار تاع اللي ما فيهاش، مرت حفره حنايا الفوق بان شرو منها جابوا لي الجدرميه وحفره قديمه غير نصلح فيها، فوتوني العداله متواجدين نشرو منها البلديه ما تزقيليش المانايا، وانا ما جبت لا صندات لا تول لا كومبريسير اسيد الرايس، انا نشرب لا نموت خلوني نموت. وراهم عندي 5 ولاد ما كاش اللي نتزوج بهم، قاطعين ليش قاعدين يشوفوا، اللي يعرف يظفر ذاك الدوم يروح للجبل يجيب شويه دوم يبيع ذيك القفه، اللي يعرف يخدمها واللي ما يعرفش راه داير يديه يجيبه مسمر النهار واللي كذب عليك. انا شنو نخدم؟ كون عندنا كون عندنا الدرام كون رانا فرجنا روحنا، تشوف السكنه كي داير مزيان الشتا سنه ما كاش. طريق السيار يصل شرق الجزائر بغربها، لكن ماذا عن الطرق الفرعية الأخرى التي لا تكاد تصلح إلا لسير الدواب أو لعبور السيارات بعد سد الحفر؟ احنا نصنعوا الطريق باش الطونوبيلات تاعنا يفوتوا عليهم، لا عندنا ما عندنا لا نقل مدرسي لا والو، مين نقولوا له روح دينا يقولنا الطريق عندكم خاسر. الطريق المعبدة هي حليف التنمية، فلا تنمية دون طريق ولا طريق دون تنمية. من بلدية بغرارة بأم البواقي مرورا بأم العظام بالجلفة ووصولا إلى أقصى الحدود الجنوبية بطمنراست، طرق مهترئة لا تفك العزلة ولا تختصر المسافة.
الا في المعروف. حنا رانا نطلبوا في حقنا من دولتنا، رانا جزائريين ونطلبوا في حقنا من دولتنا. الاحياء القصديريه والهشه خارج المدن الكبرى تعيش ظروفا كارثيه في الصيف وفي الشتاء، كهذا الحي القصديري الذي يسبح فوق المياه القذره، ويعيش الناس فيه تحت ظروف لا تليق باي كائن حي، على بعد كيلومترات قليله من عاصمه الغرب الباهيه وهران. هنا كي 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 كتصبنوا هنا ما عندكش وين تدخلي، هنا كتصبنوا ما عندكش وين تدخلي، تصعد كارثه. شي يديروا هنا الناس كي تنظر شي يديروا، يخرجوا برا، الله غالب عليهم، كل واحد وكيفاش يعبر على الشعور تاعه اللي ينظر، يخرج يبلعوا الطريق هنا. كي يخرج يبلعوا الطريق هنا يجي شاف دايره، حقيقه جا شحال من خطره شاف دايره، نعرفوا حنا بلي الصلاحيه تاعها هو يعرف وين تحبس الصلاحيه تاعه، يجي شاف دايره عندنا هنايا، يجي شاف دايره، يجوا تاع البلديه يديروا التقرير تاعهم هنا، يجوا يصوروا يقول لك شا كاين شا ما كاين، بصح السيناريو غير هو ويتكرر. في ضواحي طمنراست يعيش مواطنون في أحياء تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة. احنا ساكنين هنا وخلاص، ما عندناش قلت لك الماء، ما عندناش الضوء، ما عندناش الرقارات، ما عندناش والو. ألف سكن يقول لك يعني كاين ألف سكن طمنراست، 10,000 سكن، لكن وينهم؟ ما بانوش. أهو الغاشي روح بالله طل هنا تلقى، ما تلقى واحد يعني عنده حتى اش قال قا يعني اش قال عنده فيلا والله عنده سكنه والله ما كانش. اسمع وهذه هي وبر يعني مدى بينا مدى هذه تلحق علينا الكلام. هاي. يعني الناس تعاني انا ياسر والله لا تعاني والله، ادخل الديار تشوفوه، شوف يعني عزايز والشوابين هنا يعني كيف يعني حالتهم يعني مزيره جدا. المفارقه أن هناك أحياء سكنية جديدة بنيت في مكان قريب لكنها لم توزع لأسباب مجهولة، بل وراحت تتدهور شيئا فشيئا جراء الإهمال. مناطق الظل هي أماكن بعيدة عن ضمائر المسؤولين وعن المرافق الضرورية، ويدفع سكانها ثمن هذا البعد والعزلة، لكن أغلى الأثمان لا يدفعها إلا الأطفال، خاصة المتمدرسون منهم. في قرى طمنراست الوصول إلى المدرسة معركة يومية، وأحيانا ينهزم فيها التلميذ المسكين وتقلع الشاحنة دون أن تحمل معها جسده المنهك. وينك رايح؟ ليكول مدرسة. راحت لك على الشاحنة؟ إيه. وكيفاش دير؟ ستوب. ستوب. ولا ما داوش ستوب كيفاش دير؟ ندق. ها؟ ندق. تمشي؟ إيه. شحال دير باش توصل من المسيد؟ بعيد عليك؟ 45 دقيقة. أيوة وكي توصل واش يقولوا لك؟ متأخر. يخلوك تدخل ولا ما يخلوكش؟ يخلوني مرات. وساعات؟ ما خلوك. رجال. في سبتمبر فقط قبل أشهر من الآن، هذا هو حال مستشفى مدينة الأغواط. أنا نعاني من المشكل كبيرة. شوف عندي المريض حاصل هنايا زمرة الدم باش يدير، لا الدم ما كانش باش ما كانش، قال لك روح اطلع للجزائر، وأنا لكن ما عنديش الموين كيفاش نطلع للجزائر. مشاهد ومظاهر معاناة المواطنين عبر ولايات الوطن صارت عناوين يومية في نشرات الأخبار عبر القنوات التلفزيونية. نطالب أولا وقبل كل شيء بزيارة ميدانية تفقدية تفتيشية للوالي بولاية سطيف. احنا رانا محرومين الغاز، راه ما عندناش، رانا في مشكل تاع الغاز هذا اليوم، عليه الناس كاين واحد يشتي ب 500,000، واحد يشتي ب 6,000، ب 7 مازوط. القرعة تاع الغاز نروحوا للفيلاج حتى نطلعوا لها الفيلاج، ولا نجي ولا يجيبها لنا ب 25,000. راك تشوفي حالتنا، نعانوا، نصبحوا مبكرين في جليده،
نعمر بالقرع جديد ما تفوت عينك الصبح كان يا المرب وحنا مره لا مره نقعد بالسمانه ونحنا نعاند في السمو. لأزيد من 6 كيلومترات ذهبا وإيابا تقطعه هذه البراءة مشيا على الأقدام. عندنا وليدات يقرأ وليدات صغار يقرأ منا يقرأ في عموره يقرأ هنا بعيدة شعرة من كيلومتر يروح يمشي جينا بين الولايات صح دوكا كي نروحوا حنا للمدرسة نروحوا للبلدية نقولوا تاع البراج نشكيو على النقل تبع العين دفلة كي نروحوا نشكيو يقول لك حنا ممنوع ماشي في السيكتور تاعنا تروح فوالا تروح لنا البلديه الومري يقول لك حنايا ممنوع لنا ندخلوا للسيكتور عين دفله ساعه اللي نموتوا جولينا ساعه نكونوا خلاص ما تجيب لك يحضر بالجنازة. مرورا بطرق وعرة ومسالك ترابية نصل لإحدى القرى النائية بقلب صحار طنراست. طقس حار وصمت رهيب يخيم على القرية ووجوه مستغربة لحلولنا بإتوكلان. كما راكم تشوفوا ما كان والو ما كان شيء كاين عندنا المشكله تاع بناء الريفي يخرج لنا بناء الريفي بصح ما يخلوناش السلطات يديروا لنا الاناره ويديروا لنا مواصلات خاطر ما عندناش زعما مواصلات كي يمرض واحد والله حاجه ونتمنوا منهم يديروا لنا يكول. السكان هنا يحاولون ورغم أن النقائص كثيرة العيش فأوجدوا منازل لهم بجريد النخيل وأنشأوا مدرسة لتلقين أبنائهم الأساسيات فقط. الطرق المهترئة برك في كل مكان وأوحال تشوه المنطقة منذ سنوات وضع أثر حتى على أصحاب حافلات نقل المسافرين ويحدث هذا على مرأة المسؤولين. رانا نعانيو من الطريقة دي رانا عانينا تشري كار ب 450 مليون رانا كل يوم في البياس رانا ضرينا شوفوا لينا يرحم ولديكم رانا ضرينا ياسر ياسر ياسر. الغاز يعقبوه لنا من 10 مترات ما يعطوناش الغاز الوالين طلبوا منا يجي يشوفوا لنا الحاله تاع الغاز ويشوفوا لنا الحاله تاع الخماج هذا اللي راه يروحنا الكوانين. ما زال مشكل النقل المدرسي مستمرا مع كل بدايه عام والذي لم تجد له الجهات المعنيه حلولا تنهي معاناة التلاميذ وأوليائهم معاناة يومية وصعوبات كبيرة يعيشها تلاميذ المناطق النائية الذين يتنقلون على متن جرارات أو عبر وسائل بدائية أو حتى الدواب. على مستوى قرية قريش محمد شميط بخرطوفة أقدم العشرات من تلاميذ الطور المتوسط رفقة أوليائهم على غلق الطريق الوطني الرابط بين ولاية تيارت والرحوية بعد حادثة تعطل فرامل حافلة لنقل التلاميذ. قاعدين أي جاكار ركبنا فيه كركبنا هوام على بالي شوي راح حتى كار راح نص الشيرات قاعدين نبداو يقصوا برواحهم كل ماشي يدخل يعرف الفرانات وين ما نعرفوش احنا وحنايا ضربوك أنا ما طالبش بالمير أنا طالب سيد الوالي يحضر ويلبي جاهنو ما درنا والو جاب لنا كار من قرطوفة حنا ما يخصناش حنا يخصنا نقمد هذا جابوا كار جديد هيكر جابوه داروا لصحاب البلوطة حنا رانا رايحين نقراو مانيش رايحين نلبي البلوط تفضل صحاب البلوطة على علينا. يعني اوضاع مزرية جدا اوضاع جد مزرية ما فيها نقل مدرسي ما فيها طرقات ما فيها غاز شو هذا شكون يقبل بهذا ضربك في 2020 ما زلنا متمرمدين في الطريق اي با صباح جانا المير قالنا بلي انا غادي ندير لكم النقل المدرسي غادي ندير لكم كان والو تجي صباح تقطع منا تضربك لوطو ما كان اناره ما كان حتى حاجه همشونا الحشيه شيت خل ابويا انا ما عنده شهريه باش يخلص عليا كل يوم 5000 صباح 5000 حشيه ما عنده شهريه اي با نقلكم ديروا لنا حل يجي الوالي تتحل طريق ما يجيش الوالي السلام عليكم. الجزائر التي رأيناها هي جزء مؤلم من الحقيقة لكن في المشهد العام نقاط مضيئة فلا زالت بعض المدارس تحترم الشروط التعليمية ولا زالت حافلات النقل المدرسي تأتي في مواعيدها. التدفئة موجودة والإطعام المدرسي الجيد موجود أيضاً عينة المناطق والولايات التي زارتها كاميراتنا كشفت لنا حقيقة وجود مواطنين من درجة ثانية وحتى ثالثة الجمهورية الجديدة التي نصب إليها لا مكان فيها لهذه الفوارق التنموية الجمهورية الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية.